اعطونا رساله مرجان. انا ودي والله تكون بقراها من الجوال. اعطوناها تعليق مرجان. افا ليش مو بجاهزه؟ ايه اعطونا الاثنين خلهم يضحكون لين نطلع. العظيم اعوذ بالله. اعطونا رساله يا شباب. استغفر الله. سيطر على نفسك لو افا سيطر على نفسك. استغفر الله استغفر الله. وين الرساله؟ وين راحت؟ ما اعطونا رساله يا شباب. وينها؟ كبير على الجوال ما يلحق. تعطونا الرسالة ولا تبيعنا على الموضوع؟ رسالة الله يشغلك. نبيعك والله يسلمك. شوف اثنين ضد واحد عيال ما تصلح. طبعا هذه رسالة مرجان يتحدث فيها ان بعض الشباب قالوا باختصار ان بعض الشباب قالوا انه مرجان يقرا من الواتساب. الرجال قدامكم يحلف بالله ان الاختيار لم يكن من الواتساب. يقول اقسم بالله انه مو من الواتساب. ولده دق عليه بالغلط ضغط وطلع الاتصال والشباب قالوا واتساب يختاروا من الواتساب ان هذا مكير وانه خطير. لا لا رجال قدامكم يحلف ويقول لا تظلموني. رجال صريح قال عبد المجيد ما شاء الله من طوله بس عنده خطا ملاء. قال من طواله فهمت هو ما شاء الله عند الاملاء مره يهبل بسم الله عليه. فلا رجال يختار من الهاشتاج مثل قواعد اختيار العمده انه يدخل الهاشتاج ويرفع. طلع اسم مهند في المره الاخيره كان نايم وغيره وطلع على اسم عبد المجيد. اللي قبلها كان بالفعل اتصال لا احد مهند اليومين ذي احس مظلوم والله. شوف لا احسه يكتب قصيده لا وحزين دائما والله مظلوم يجلس حزين. إيه شوف هنا اعطوناه والله يا اخي دائما ما مكتب يقوم من النوم الساعه 1 ما ادري متى يرقد.